لو أن المقعد الفارغ أمامي أنت فيه، لما كان لهذا الكتاب الصديق معنى. سنتحدث كثيرا ونضحك، سنستمع لنفس الأغنية، وسأخبرك عن نوبات فزعي، عن أحلامي وعن سعاداتي الصغيرة ومخاوفي، وعن الكابوس الذي أبكاني فجرا. لو أن المقعد الفارغ أمامي أنت فيه، لكانت ساعة من الروح لا تنسى، ساعة من الحياة لا يتخللها هذا الموت الذي يملأ الواقع. اسمي منير حسين، عمري 28 سنة، طولي 182، وزني 72، جاي أعمل كاستينج تمثيل.